فندق العالمين ما بيقبلش رجاله. ايه الكلام ده؟ ما فهمتش. خلصت جولتي حول العالم 130 دوله حول العالم، قلت اجي مصر اصور ناس. قلت عندكم جمال وصحراء وبتاع، ما تكونش حاجه عدله. قلت ما انزل اصوريهم العدل، جزء من العدل في الهاي سيزون في العالمين. يلا بينا نشوفه. دخلت ادور على الفنادق، لقيت فندق ريكسوس المشهور. داخل بعت لهم ايميل، انا فلان الفلاني جاي دلوقتي عشان عايز اصور انا وخطيبتي، بنسافر بنلف العالم، سافرنا 130 دوله، عايزين نتعاون مع بعض ونعمل فيديوهات عن الفندق وعن العالمين. بكل بساطه رد عليا واحد اسمه مصطفى. مصطفى رد عليا قال لي والله انا اسف لك، احنا ما بنقبلش غير ناس متجوزه او ناس عائلات. قلت له ماشي، انا اصلا مش ده طلب، اصلا كلامك على تعاون. فقلت له طب اوكي، احنا لو انت بما انك فتحت الموضوع جميل على عيني وراسي، ممكن غرفتين؟ انا عايز اصلا غرفتين. قال لي لا والله ده ضد سياسه الفندق. قلت له اوكي طب انساها خالص، انا مش هجيبها معايا، ما تزعلش نفسك. طب ممكن انا لو انا جيت، هل انتوا عايزين تتعاون؟ ممكن نتعاون ولا انتوا مش؟ قال والله احنا ما نقبلش رجاله. نقبلش رجاله؟ نقبلش رجاله سنجل؟ اصل ده ضد سياسه الفندق. تقول حضرتك احنا اجانب، احنا جنسيات تانية، احنا مش مصريين، انتوا برضو مش ما بتقبلوش الاجانب برضو باي صفات، ولا انتوا ولا انت عايز ايه؟ ما فهمتوش. يلا بينا شوف الفيديو مع بعض. فندق العالمين الجميل اللي قدامكم ده، طبعا انا موجود في مارينا، يعني انا رجعت مصر عشان نعمل شد دعايه لمصر. ناس كتير عماله تسالني على العالمين وايه المناطق الحلوه اللي عندكم والكلام الجميل ده كله. فقصتي جميله جدا، انتوا شايفين انا موجود في مارينا، سكان مارينا، بيني وبين الفندق الجميل زي ما انتوا شايفين سور، هو سور على الفندق اهو، وادي السور. فانا موجود جيت عشان اصور الفندق الجميل ده واقول للناس ان احنا عندنا اماكن جميله وعندنا شواطئ حلوه، وتعالوا زوروا مصر ومصر مصر مصر مصر, مصر. فبكل شياكه وبساطه زي ما بعمل في كل دول العالم، تواصلت مع الفندق الرائع ده. يا جماعة هل انتوا عندكم مشكلة ان احنا نتعاون مع بعض؟ انا جاي انا وخطيبتي، فحابين ان احنا نيجي نصور نعمل دعاية ونتكلم، هل في مشكلة ان احنا نشترك ونتعاون مع بعض؟ قال لك لا ما ينفعش، ايه بغرفة لوحدكم. قلت له انا اصلا مش عايز غرفة لوحدنا، انا بسأل هل في غرفة كل واحد غرفة منفصلة؟ قالوا لي لا ما ينفعش غرفة منفصلة، دي غير سياسة الدولة، غير سياسة الفندق. قلت له اوكي ما فيش مشكلة. طيب انا جاي لوحدي، مش جاي مع حد، هاجي لوحدي، مش هجيبها معايا. قال لي برضو لا. قلت له ليه لا؟ هو لا التعاون، انتوا مش حابين تتعاونوا ولا لا ايه؟ وضحوا لي لا ايه. قالوا لي لا الفندق ما بيقبلش رجاله سنجل. فانا ما فهمتش الفندق بيقبل الى مؤاخذه. قلت له طب احنا مش مصريين، احنا اجانب، هل برضو سياستكم بتمنع الاجانب ان هي تيجي البيه؟ مصطفى رد عليا لا، ما ردش عليا للاسف الشديد، وسابني اتكلم مع نفسي وابعت ايميلات مع نفسي. وللاسف فندق العالمين اللي مصروف عليه مليارات الدولارات، والمنطقه الجميله اللي احنا شايفينها دي كلها مصروف عليها مليارات الدولارات، عشان يجي واحد زي استاذ مصطفى شايفني مسافر 130 دوله حول العالم، جاي يعمل دعايه لبلدي، جاي اصور لبلدي، جاي يعمل اي حاجه لبلدي، يقول لي لا والله ما بنقبلش رجاله. يمكن الفندق بيقبل لمؤاخذه حاجات تانية، يمكن. وطبعا انا لو انا جاي له فاتح لي صدري ولابس لي شورت او ايا كان، كان مصطفى بيه رد عليا قال تعالي تنوري وتشرفي، لازم طبعا. لكن انا عشان ما عنديش فخده وما عنديش شورت، فمصطفى بيه قال لي ما بنقبلش رجال، او ما بنقبلش رجاله سنجل عشان يبقى الكلام واضح يعني. فمصطفى بيه لازم اجيله كعائله او واحد ومراته. طبعا الاوروبيين اللي بيجوا عائلات واحد ومراته، ولا هو قابلها على الاجانب ومش قابلها على الكل؟ دي برضو نقطة. طيب يا مصطفى بيه انا جيت هنا موجود، بقولك انا مش مصري، فانت مش هتعاملني معاملة المصريين، تيجي تعاملني معاملة الاجانب، بلكش فيه. ما ردش عليا الاستاذ مصطفى. ودي جيت مصر كده عشان اعمل بس الفيديو الجميل ده، وسريعا انا قلت انزل اصور ونروح سيوة واروح الاقصر واسوان. وهو للأسف المعاملة ما كانتش الطف حاجة في الحياة. زي ما شايفين انا من سكان مارينا، يعني انا مش محتاج الفندق ولا الدعاية بتاعت الفندق،
ولا الكلام بتاع الفندق خالص. احنا شايفين سكان مارينا وادي الناس بتوع مارينا كلنا موجودين. شكرا للفندق الجميل وشكرا لاستاذ مصطفى يعني ما اعرفش هو رد عليا بناء عليه. ولو دي سياسه الفندق فانتوا على اي اساس بتدوروا على سياحه؟ انا مش فاهم سياحه ايه اللي انتوا عايزينها، سياحه ايه اللي انتوا بتفكروا فيها؟ تمام، منطقه زي دي هم 3 شهور في السنه شغاله شغل موت. انا جايب لك ناس من بره، جايب لك عامل لك دعايه، بجيب لك دعايه من بره، بعمل لك دعايه ببلاش يا مصطفى بيه من بره. لو انتوا مش محتاجين ده خلاص ما عنديش مشكله، انا يعني مش فارقه معايا اكيد، بس قلت اساعد، قلت اعمل حاجه. وانا نزلت مصر لسه راجع من البرازيل، كل حاجه في البرازيل تجنن، دنيا جميله، دنيا حلوه، البرازيل استضافتني، ناس استضافوني، الامارات بتستضيفني، الدول بتستضيفني. لكن مصطفى بيه قال لي فندق العالمين ما بيقبلش رجاله لا مؤاخذه، يمكن بيقبل حاجات تانية او بيقبل رجاله تانية او بيقبل انواع تانية. ما اعرفش بقى مصطفى بيه ايه البوليسي، اصل بيقول لي اور بوليسي نوت ابليكابل. ماشي يا حبيبي، خليها بقى الابليكابل بتاعتك دي. انا بس حبيت اطلع افضفض لان انا صراحه ايميله ضايقني وعصبني ونرفزني. انا مش محتاج ان انا يعني اعمل اي حاجه غير ان انا كنت عايز اعمل حاجه لبلدي، صور اتكلم انزل دعايه عن المكان الجميل اللي انا فيه ده، عن شواطئنا الحلوه. انا بقى انا كل ده انا بمشي معاكم داخل مارينا زي ما انتم شايفين، انا كل ده في مارينا، دخلت من مارينا 7 ودلوقتي انا في مارينا 6 وداخل على مارينا 5 وداخل على لسان الوزراء والكلام ده. انا بكلمكم يعني احنا بتاريخ حديث، وحتى عشان هتشوفوا دلوقتي شاطئ النادي الاهلي قدامنا. احنا النهارده تقريبا 29/6 تقريبا حاجه كده 2024، مش حاجه قديمه. وادي شاطئ النادي الاهلي اهو قدامكم، عشان بس الناس شاطئ النادي الاهلي بيتغير كل سنه داخل مارينا، الاهلي بيتش اهو والناس طالعه. ف ده موقف حصل معايا حبيت ان انا اطلع فضفض فيه. ف ما اعرفش دي اي نوع من انواع السياحه العالمين عايزاها، ما اعرفش انا يعني جوايا كتير ممكن اقوله، بس دي سياحه فاشله لا بتجذب سياح ولا اي حاجه. عشان بس انا اطلع اتكلم، عشان مش عايز حد يطلع يكتب لي يقول لي هو انت عشان هو انت عشان رفضك تقعد انت وخطيبتك. انا ما قلتش اقعد عشان بس ايه ما حدش يقول لي كلام، ما قلتش اقعد انا وخطيبتي لوحدي ولا اي حاجه. طلبت منه غرفتين ووضحت له ده في الايميل اللي هيظهر قدامكم، هوريكم الايميلات اللي بينا كلها تمام. وللاسف الشديد مصطفى بيه ما ردش عليا، ودي معامله فندق العالمين مع الاجانب، لان انا بعت له انا مش مصري تمام. هل دي معامله العالمين والسياحة هنا في مصر؟ فندق بريميوم ريكسوس تمام العالمين، انا مش محتاج الفندق وانا جوه مارينا. يعني انا بالنسبة لي شاليهي موجود، حياتي موجودة، مش محتاج الفندق غير ان انا اعمل دعاية لبلدي. بس خلينا بقى ايه، بما ان الفيديو طول وبما ان الناس معايا وانتوا كده كده مش شايفيني، خلينا اديكوا شفتوا مارينا 6 وشايفين مارينا من جوه، واللي ما شافش مارينا اهو بيشوف مارينا. ودلوقتي تعالوا لما اوريكوا لسان الوزراء، خلينا نشوف مع بعض الساحل الشمالي. ودي كده مارينا اهي يا جماعه قدامكم. طبعا الناس هتعرف ان المكان ده حديث، لان طبعا بيتم تجديد الكوبري اللي في مارينا 5، بيتم تجديده دلوقتي حالا تمام اهو، عشان طبعا السنه اللي فاتت ما كانش فيه الكلام ده. عشان بس الناس تقول لك ايه ده عم ده حاجه قديمه، ده حاجه مش عارف ايه، لا حاجه حديثه موجوده اهو اهو، بوريكم كل حاجه. ف والله لو انتوا مع قولوا لي، ولو انتوا ضد قولوا لي. وده الساحل الشمالي بتاعنا الجميل برملتنا الحلوه الجميله اللي مش موجوده بره، بنحاول نعمل لها دعايه، بنحاول ان احنا نسوق ليها بشكل محترم، بشكل نوري فيه كل حاجه حلوه
سواء من خلالي او من خلال الشباب الجميله الرحاله المصريين اللي بيسافروا. بس لكن الفرصه ما حدش حابب ان هو يساعد ان الفرصه دي تبقى موجوده. زي ما انتم شايفين دي من داخل مارينا 5 حاليا. ده كان كلامي بس عن الفندق، لان صراحه موضوعه كان مستفز جدا 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 جدا، خنقه وزهق وقرف. ف كنت جاي متحمس ان انا ابدا بقى بالساحل الشمالي وانزل اصور في القاهره، وانزل اروح الاقصر واسوان، واطلع على شرم الشيخ، واطلع الغردقه، واطلع على مرسى علم، واطلع على اماكن كتير، لكن مفيش فايده. يعني مهما حصل مفيش فايده. بنحاول ندعم، مفيش دعم. بنحاول نساعد، مفيش مساعده. يا جماعه عايزين نخلي البلد دي جميله، يا جماعه عايزين نطلع البلد، مفيش فايده. عمل على اي حال اشوفكم على خير في لايف جديد. ولو انتوا حابين تشوفوا لسان الوزراء، يعني ده على ايام مبارك كان في بقى أغلبية الوزراء والإعلاميين المشهورين وكل الحاجات دي كلها. دي يا جماعة مارينا هي قدامكم، كما يطلق عليه الساحل المصري الشمالي، الساحل المصري الشمالي. أتمنى يكون الفيديو ما كانش ممل. حكيت لكم قصة بدل ما تشوفوا وشي تزهقوا من وشي، قلت إيه شوفوا الشارع معايا. طبعا بنزين شيل اوت اهي جوه مارينا. يلا خلينا نستحمل بعض دقيقتين كمان، معلش طولت عليكم. وهوريكم طبعا الايميلات اللي متى طالعه دلوقتي، وبوريكم الايميلات كلها عشان اوريكم تسلسل الايميلات. حتى يا جماعه انا فلان الفلاني بعمل كذا 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 كذا، حابين ان احنا نتعاون مع بعض. عليا قال لي ما فيش الاوبشن ده، في الاوبشن التعاون. قال لا، ان اتنين مش متجوزين يقعدوا عندنا. طبعا الشرف والطهاره والعفه طبعا في مصر، طبعا انتوا حضراتكم عارفين طبعا، مع ان انا ما طلبتش ده، بس هو رد عليا الرد ده، رد تقليدي جدا. ما فهمتوش صراحة. بس عامة ده نوع من انواع السياحة المصرية، مرفوض. انا ما طلبتوش، بس عامة يحتار. طب عايزين غرفتين؟ لا مفيش. طب يا عم، طب مش هجيبها معايا. قال لا والله ما بنقبلش رجال. ماشي، طب اجيب لك ايه؟ طيب اجيب لك الوان. طيب تقبلوا الوان؟ لو انتوا بتقبلوا الوان نجيب لكم الوان. ما انا مش هعرف ابقى الالوان للاسف، فاجيب لكم الوان، يمكن تحبوا الالوان. بس يعني طبعا انا ماسك لساني على فكره، يعني والله ده يبقى الفيديو ده، يعني اتمنى ينتشر واتمنى كده. ف الوان ماشي 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 يا مصطفى بيه. اوريكم الايميل، اوريكم كل حاجه، اوريها لكم التسلسل بتاع الايميل. يا مصطفى احنا مش مصريين يا مصطفى. ومصطفى اصلا رد عليا رد، ده لو واحد اجنبي يجي لك ازاي؟ ما هو مصطفى اصلا ما عارفش انا منين. انا ما قلتلوش انا منين، ما فتحتوش انا منين. فمصطفى رد عليا، لو رد ده الاستاذ مصطفى المبجل بيرد بيه على كل البشر وعلى كل الاجانب اللي هم اصلا ما عندهمش الجواز، يبقى انت عايز سياحه ايه يا مصطفى بيه؟ فاهمني؟ بس عمل على اي حال انا داخل مارينا 5، وانا حاليا في لسان الوزراء دلوقتي، وزي ما انتم شايفين دي مارينا 5 اهي قدامكم. باشا الواحد يقعد باشا في بيته وشكرا، ولا بقى حد يوجع دماغنا، ولا حد يعمل لنا اي حوارات ولا اي مشاكل ولا اي حاجه. انا هو زي الفل، وتوتا توتا خلصت الحاجة. وزي ما انتم شايفين دي مارينا 5، قلت ده لسان الوزراء مش في مارينا 5، بس قلت برضو ايه تشوفوا معايا وادي الشواطئ.
مصر الجميله جميله اللي جواها الحلو والرائع. القاهره بتغلي وهنا روعه. ما لحقتش طبعا اقعد، كان نفسي اكمل اكتر، بس لا هنطلع اشوف بقى الدول بره، والناس اللي عايزه تشتغل في السياحه، والناس اللي عايزه سياحه، والناس اللي بتستثمر في السياحه اللي مصطفى بيه بيقول لهم لا ما تجوش. طبعا انا مش هلوم الفندق، لو دي البوليسي بتاعت الفندق فدي كارثه، لكن انا هلوم مصطفى بيه طبعا كمان، يعني ان هو مش عايز يساعد على السياحه وعلى وجود السياح المصريين او الاجانب. هكذا دي بورتو مارينا يا جماعه، اللي ما جاش مارينا قبل كده، دي من اللي هناك دي مارينا 3، ودي بورتو مارينا، ودي الشواطئ بتاعتنا. نشوفكم على خير في فيديو جديد، وهوريكم برضو حته من البحر، وتشوفوا برضو البحر عامل ازاي في نهايه الفيديو. نشوفكم على خير، الى اللقاء. تشاو تشاو. طبعا زحمه طبعا رهيبه، الصيف ناس جايه اجازات بحر، انتوا شايفين.